السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. الفنانة رفيعة الشال فقدت ابنها بطريقة مؤثرة وصعبة جدا، فعوضها الله. هنعرف تفاصيل كتيرة جدا عن الفنانة رفيعة الشال، وهنعرف تعويض ربنا ليها بعد فقدان ابنها. هنعرف تفاصيل كتيرة جدا عن حياتها الشخصية وكمان الفنية. رفيعة الشال ممثلة مصرية من الزمن الجميل، ولدت بقرية دونجواي التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، ولم تستكمل تعليمها وتركت التعليم وهي 14 عام لكي تعمل بأحد الفنادق المسرحية، ثم تخرجت من معهد التمثيل وعملت بمعهد جورج أبيض، وكانت من أوائل في الإذاعة. وبعدها شاركت في العديد من الأعمال الإذاعية زي قدر ولطف وعوف الأصيل والعديد من الأعمال، وكمان في أعمال سينمائية زي الوسادة الخالية وليلى ولا أنام والعديد من الأعمال الفنية كمان. رفيعة الشال هي واحدة من أشهر الأمهات في السينما المصرية، حيث صوتها الناعم وهيئتها الجسمانية وملامحها الهادئة جعلوها تتميز في تأدية تلك الأدوار بسهولة. وعلى الرغم من عدم دخولها تلك المجال مبكرا، ولكنها تميزت بيه وأثبتت وجودها وجدارتها في العمل ومجال الفن وكمان التمثيل. وتزوجت رفيعة الشال من فنان وهو فرج النحاس، اشتهر سينمائيا بتأدية الدور مرزوق أفندي، وأنجبت منه نجلها، ولكنه أنهى حياته في عام 1954، وكان يدرس بالسنة النهائية في كلية الطب بالقصر العيني. وجاء بسبب إنهاء حياته أنه فشل في زواجه من البنت اللي كان يريد الزواج منها، وقام بإنهاء حياته وانتحر. وبعد رحيله أصيبت بصدمة قوية جدا، ولكنها بعد فترة ربنا رزقها ببنتها أميرة، وكانت ولادة أميرة في قصة طريفة جدا، وذلك أثناء تقديمها أحد فقرات مسرحيتها ببيروت. وفور إغلاق ستار وقعت رفيعة الشال على الأرض وأنجبت ابنتها على الفور. وتزوجت الفنانة رفيعة الشال للمرة الثانية من الفنان حسن البارودي، والذي حملت لقبه بعد ذلك وأصبحت اسمها رفيعة البارودي. ورحلت الفنانة عن عالمنا في 10 يونيو عام 1962 عن عمر يناهز 58 عاما. رحم الله الفنانة القديرة رفيعة الشال.